حوالي 10% هي أسهم شركة إيني للطاقة، والنفط وشركة إيني للكهرباء. هذه مؤشرات، لكن الخسارة الأكبر كانت في عودة ارتفاع سعر السبريد. ما هو السبريد؟ هو الفارق بين سعر السندات الإيطالية الرسمية التي تمول المديونية العامة وسعر السندات الألمانية بوند. ارتفعت 129 نقطة، أي أن 192 نقطة، أي أننا عدنا إلى حكاية ما قبل عامين عندما كانت كل جهود إيطاليا تنصب على تضييق هذا الفارق في السعر. هنا خروج بريطانيا لن يكون سهلا، خاصة وأنها ستبدأ الآن عملية الخروج. عملية الخروج سوف تستغرق ما بين عامين إلى 10 أعوام حسب البند 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي. هذه إجراءات معقدة تنعكس على كافة صور الحياة التجارية والاقتصادية والاجتماعية من شنغن حتى قيمة اليورو. تمام. هذا هو الحال وهذا هو الواقع. نعم. ابقى معنا أستاذ سمير وسنعود إليك مرة ثانية. ننتقل إلى الأستاذ عدنان الأيوبي الصحفي من إسبانيا. أستاذ عدنان أهلا بك. أهلا بكم أستاذ عدنان. يعني ما هو ردة فعل الأسبان سواء على الصعيد الشعبي أو على الصعيد الرسمي من قرار البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي؟ على الصعيد الرسمي يوجد قلق كبير في الحكومة الإسبانية من يمين الوسط خاصة وأن البريطانيين يمثلون النسبة الأكبر من السياح الذين يأتون إلى إسبانيا والذين يتعددوا مع 60 مليون سائح سنويا، غالبيتهم أو القسم الأول منهم هم من البريطانيين، إضافة إلى أن الكثير من الشركات الإسبانية تعتمد كثيرا على الأموال والاستثمارات البريطانية وتقدر الخسائر بآلاف الملايين. ولكن القضية الأكبر من ذلك ليست قضية الهندسة المالية التي يمكن أخذها بالاعتبار، ولكن هذه بريطانيا التي تدعي بأنها هي العظمى. يعني من صوت إلى خروج صالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هم العنصريون الفاشيون الذين دائما يعتبرون أنفسهم فوق الشعوب. يعني هذه بريطانيا، هؤلاء الخص، هذا جزء من الشعب البريطاني لم ينسى أنه هو الذي قسم الهند وباع فلسطين وقسم كثير من الدول وخاصة مشاكل في باكستان. يعني هذه العقلية العنجهية التي تعتقد بأنها فوق الشعوب ما زالت تتحكم، وهي التي أرادت الخروج، ويريدون أن يقولون بأنهم أفضل من الشعوب. ومن أيدوا الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي هم الفاشيون العنصريون، واتخذوا من المسلمين والعرب كعنصر أساسي في خروجهم من الاتحاد الأوروبي والهجرة الأجنبية. يجب أن لا نتوقف فقط على القضايا والخسائر المالية، يجب أن نأخذ بالاعتبار أن هذه هي العقلية الفاشية التي حاربت في العراق وحاربت في أفغانستان وقاتل وخلقت لنا المشاكل الكثير من فلسطين، وتريد أن تعود ثانية إلى عقليتها الاستعمارية في الفاشيست. تمام. طيب أستاذ عدنان، يعني كانت إسبانيا مع دول أخرى كاليونان والبرتغال وإيطاليا من الدول التي لديها مشاكل اقتصادية كانت تضغط على اقتصاديات الاتحاد الأوروبي، إلى أي مدى من الممكن أن يخلف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المزيد من الصعوبات على الأسبان بالإضافة إلى العوامل التي ذكرتها سابقا؟ فعلا يعني الشركات الكبرى في جزء كبير منها هي بريطانية الأصل، وهي التي تتحكم بالشعوب، ليس فقط الشعب الإسباني أو الشعوب الإيطالية أو الشعوب الأوروبية، أيضا شعوبنا فهم الذين يزيدون نسبة الفوائد على الديون إلى آخره، وهم الذين يسيطرون على يخضعون الأسواق لمصالحهم الشخصية، لا ينظرون إن كان هناك فقر أو ظلم أو ديكتاتوريات أو الآخر، هم ينظرون فقط هل سنربح كذا هذا الرقم هذا الرقم من القضايا المالية. يعني طبعاً يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا يجب ليس فقط الهندسة المالية كما يعني يجب أن نأخذ بالاعتبار، ولكن هذه العقلية المالية الاقتصادية التي تسعى عن الربح فوق كل شيء، حتى لو أوجدت حروب ودمرت أفغانستان ودمرت ليبيا والعراق. ولكن أستاذ عدنان، ربما يقول قائل كما ذكر الأستاذ خير الله من العاصمة البريطانية لندن بأن الفقراء هم من صوتوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما كان يدعو الأثرياء إلى البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. يعني مع احترام الأستاذ خير الله، يعني ليس أن يكون الإنسان فقير معنى ذلك أنه أن يكون واعي إلى آخره، ما هو
الجهل ياتي هو في الفئات القصيره في كثير من الاحيان، ولكن على اي حال هذه نقطه أورسها. يعني هم استخدموا المسلمين العرب للخروج من الاتحاد الاوروبي والمهاجرين، ولكن ماذا فعل العرب والمسلمون؟ يعني هناك ملايين المسلمين العرب الذين يذهبون سياحه الى لندن، هناك الاف الملايين تذهب الى بريطانيا لتستثمر هناك، ماذا يفعل هؤلاء مقابل ماذا؟ يعني هم يتخذون وهم يحاربون ويقولون أننا المسلمون والعرب أننا إرهابيون وماذا نفعل نحن؟ يزيدون السياحة إلى لندن، وتذهب إلى لندن وتجد الخصم الأكبر من السياح هم من العرب والاستثمارات هناك، ويشتروا ويبيعوك لندن كل سنة أغلى وأغلى. يعني كأننا نحن غير موجودين، وعدا عن ذلك يبيعون آلاف الملايين من الأسلحة لدول الخليج ودول غيرها، يعني لا ينتهي الحكاية. يعني نحترم أنفسنا حتى يحترمون الآخرين. تمام. يعني غاب عن ذلك نعطيهم الآلاف الملايين ولا يحترموننا. يجب أن نضع أنفسنا بين الشعوب. شكرا. شكرا لك دكتور أستاذ عدنان الأيوبي الصحفي من إسبانيا، كنت معنا عبر الهاتف. ننتقل إلى الدكتور مدحت نافع الخبيرة الاقتصادية. دكتور مدحت أهلا بك. دكتور مدحت، يعني كثيرا ما يجري الحديث عند الحديث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن الخسائر التي ستلحق بالمؤسسات المالية الكبرى سواء في بريطانيا أو المؤسسات المالية الكبرى في الاتحاد الأوروبي ككل واقتصاديات الدول الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي. لو أردنا أن تفصل لنا ما هي الخسائر على سبيل المثال على الصعيد المصرفي والخسائر التي سيجنيها القطاع المصرفي في أوروبا وفي بريطانيا. الحقيقة العالم الآن في حالة صدمة، لأن التوقعات كانت تتجه إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد زيارة أوباما. نعم. التي خطبت فيها الشباب، والشباب كانوا الحقيقة الأكبر تصويتا للبقاء، يعني هم والأغنياء كما ذكرت حضرتك واسكتلنديين والعمال، بينما المحافظون والفقراء وكبار السن صوتوا من أجل الخروج، والأسباب أعتقد أنها بعيدة، أختلف مع الأستاذ العزيز الذي قام بالمداخلة، لا علاقة لها بالفاشية وإنما بالتركيبة المجتمعية للمجتمع البريطاني التي بدأت تضطرب كثيرا بالمهاجرين وبالهجرات التي جاءت من شرق أوروبا، والإنجليز بطبيعتهم محافظون. هنا تأتي المشكلة الاقتصادية، لماذا؟ لأن الدافع للخروج لم يكن اقتصاديا، حتى نستطيع أن نحلل التبعات الاقتصادية بشكل دقيق الآن، الدافع كان مجتمعيا بشكل كبير، والآثار الاقتصادية للأسف الشديد كبيرة جدا، لأنها متعلقة بدرجة عدم اليقين. ناس حتى نيويورك تايمز قالت تعبير جميل جدا، قالت the world has never been here before، العالم لم يكن في هذه المنطقة أبدا من قبل، هذه السابقة لم تحدث من قبل حتى نستطيع أن نقيس تبعاتها. يعني علشان نضرب مثال صغير، الجنيه الاسترليني فقد حوالي 10% من قيمته أمس، هذه يعني هذا مستوى لم يصل إليه منذ عام 1985. يعني حتى الكريدت كرانش، حتى صدمة 2008 لم تأتي بهذه المستويات في العملة البريطانية. انظر أيضا إلى باقي أسواق العملات والبورصات العالمية، بريطانيا فقدت في جلسة اليوم حوالي 16% في بداية التعاملات، ولولا تدخل محافظ البنك المركزي الإنجليزي بأن قال أننا مستعدون بحصيلة 250 مليار جنيه استرليني لتحقيق استابيليتي أو استقرار الأسواق، لما استرد السوق بعضا من خسائره وأغلق تقريبا على 4.5، أو لم يغلق بعد يعني، ولكنه الآن حد يخسر حوالي 4.5 من قيمته. تمام. طيب. هذه أثار مباشرة، لكن الأثار غير مباشرة وتداعياتها كبيرة جدا. أولا، لما تزيد درجة عدم اليقين يخرج الناس من الأصول السديدة المخاطر، يعني خصوصا الفوركس أو سوق العملات، سوق الصرف والبورصات، الأوراق المالية بيخرجوا بسرعة منها، ده بيؤدي إلى انهيار هذه الأسواق بشكل كبير جدا. هذا فضلا طبعا عن الأثار التي ننظر نحن إليها من أثار التجارة وصفقات التجارة وما إلى ذلك. لكن الدولار مثلا متوقع أن يزيد بشكل كبير جدا، الدولار والين، الناس تتخلى عن الاسترليني وعن اليورو وتتجه إلى الجنيه الدولار الأمريكي وإلى دون الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى، ده برضو أثر مباشر علينا نحن في مصر، يعني ما يؤدي إلى ارتفاع كبير جدا في تعاملات الدولار
بينما الدولار وهو بينزل كان بيطلع عندنا. فتخيل بقى الأزمة اللي احنا مقبلينها. تمام. طيب من وجهة نظرك دكتور مدحت، يعني في الوقت الذي كان يدعو فيه باراك أوباما إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وجدنا الآن ترحيبا من المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصا ونحن نعلم أنه أيضا رجل أعمال، في رأيك ما هو السبب أو الأسباب التي تدفع المرشح الجمهوري ترامب للترحيب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من ناحية اقتصادية؟ لا لا، أعتقد أن ترامب يعني الحقيقة يعني من الصعب تحليل أو التكهن بما يفكر فيه ترامب، لأن كلامه يعني حتى أصبح مطار لسخرية الكثير من الناخبين في أمريكا. لكن أعتقد أنه هنا يميل إلى فكرة العنصرية التي ذكرت بقى من قبل منذ قليل، أنه بطبيعته يعني كثير يعني الطنطنة بالحديث العنصري. وهنا نعود إلى مثلا فكرة أن يعني تخلي إنجلترا عن الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة يضعف أو يقيد كمان حركة الإسلاميين أو الجماعات المسلمين داخل الاتحاد الأوروبي عبر الحدود، وهو يرى أن الإسلام في حد ذاته المسلمين بشكل كبير يشكلون خطرا على أوروبا وعلى أمريكا، فربما يكون ينظر إلى هذا من هذا المنطلق وليس من منطلق اقتصادي فيما أرى، أو أنه يرى أن ضعف الاتحاد الأوروبي فيه قوة لأمريكا، وهذا برضو قصور في الرؤية، لأن النظرة الأمريكية الصائبة لباراك أوباما كانت ترى أن العالم في غنى عن أزمة مالية جديدة الآن، لأنه يمر بتباطؤ كبير جدا عندك الاقتصاد الصيني اللي هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بيمر بتباطؤ، الاقتصاد البرازيلي بيمر بتباطؤ، الاقتصاد الاتحاد الأوروبي نفسه مليء بالأزمات الكبيرة جدا داخلي، وبالتالي كان أي صدمة جديدة لم يكن العالم مستعدا لها الآن. تمام. طيب أخيرا دكتور مدحت، هل يعني كان نموذج الاتحاد الأوروبي كان نموذج تضرب به الكثير من الدول والتكتلات حول العالم نموذجا ومثالا يحتذى به، هل تعتقد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا النموذج نموذج الاتحاد الأوروبي سيظل نموذجا ومثالا براقا لكثير من التحالفات والتكتلات والدول التي تسعى لأن تكون مشابهة للاتحاد الأوروبي؟ ما فيش شك سيتم مراجعة كل الأفكار السابقة والقناعات السابقة فيما يتعلق بشكل الأسواق المشتركة والاتحادات الدولية أو الاتحادات الأممية، لأن هذا الحقيقة كان صادما. يعني أعتقد أن خروج بريطانيا لن يكون الأخير، والقمة التي ستنعقد في خلال أيام من أجل أن تنظر إلى تبعات ما بعد البريكزيت أو بعد خروج بريطانيا، أعتقد أنها ستتطرق إلى الأعباء الجديدة الكبيرة التي ستكون على الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا داخل الاتحاد، لأن هذا مزيد من العبء على الدول المتبقية، خاصة مع ضعف شديد في اقتصادات دول لم يكن متوقع أن تنهار اقتصاديا أو أن تتعرض لضربات اقتصادية شديدة في فترات قصيرة جدا ومتقاربة. يعني بعد اليونان أصبحت إيطاليا مهددة، أصبحت إسبانيا مهددة، هذا كله يضع أعباء كبيرة جدا على الاقتصادات الكبرى داخل الاتحاد. وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن يعني يتم تفكيكه، ودعك من الفترة المنقضية، أعتقد فعلا الفترة وفقا للاتفاقات الفترة قد تصل إلى 10 سنوات خروج، لكن خلاص المستثمر يصوت اليوم ويصوت منذ أمس بالأسهم وبالسندات وبالبيع وبالشراء، يصوت في اتجاه خروج بريطانيا، وبالتالي الخروج قام وتم وسيتم، وفي خلال أيام سنرى كل تبعاته. تمام. شكرا لك دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، وكذلك نشكر ضيوفنا من روما الأستاذ سمير القريوطي المحلل السياسي، وكذلك نشكر الأستاذ عدنان الأيوبي الصحفي من إسبانيا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من همزة وصل، في الغد إن شاء الله حلقة جديدة موضوعها هو ما رأيك في حملة حلوة يا بلدي للثقافة والتجميل على مستوى الجمهورية، هذا هو موضوع حلقة الغد مشاهدينا في همزة وصل، في انتظار مشاركاتكم وإسهاماتكم في حلقة الغد إن شاء الله. إلى ذلك الحين مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من همزة وصل، في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، وإلى اللقاء.